السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. أين أنتم يا أصحاب الضمائر؟ أين أنتم يا قادة العالم؟ أين أنتم أيها المنظمات؟ أين أنتم يا أصحاب القلوب الرحيمة؟ كلكم مسؤولون يا دول العالم، وخاصة الدول المصدرة لنا قواتها لقتل أبنائنا، ولا أستثني الدول الكبرى التي وقفت وساندت النظام وهي أمريكا وبريطانيا. شعب البحرين يستصرخكم جميعا أيها الشعوب، فإن وضعنا جدا صعب. ها نحن على أعتاب السنة الخامسة لانطلاق ثورتنا في البحرين، والتي فجرها لنا شهيدنا البطل علي المشيمع، والنظام لا يزال يمعن ويتفنن في القتل وسفك الدماء. وفي السنة الثالثة لانطلاق الثورة فقدنا ولدنا الذي كنا ننتظره 6 سنوات من زواجنا بفارغ الصبر، وتم كذلك استهداف الشهيد محمود الجزيري في نفس اليوم، إلا أنه استشهد بعد أسبوع من استهدافه بطلقات السيفور. كما تعلمون بأن قوات الشغب ليس لديهم أي رحمة أو شفقة، لأنهم لم يراعوا أي حرمة، وأي قلب يحملون يطلقون النار على طفلا بريئا ومن مسافة قريبة لا تتعدى المترين وهو حاملا علم بلاده. نحن عندما ندهس بسيارتنا حيوان في الشارع نتألم ونفكر في كيفية إنقاذه، وما يسمون بقوات الأمن يتركون ضحاياهم من الجرحى تنزف من الدماء. نعم، أطلقوا على ولدي وتركوه على الأرض ينازع الموت، ولما حاول الناس إنقاذ حياته منعوهم، وكذلك منعوا سيارة الإسعاف من الدخول لإسعافه. وبعد اللتيا والتي أخرج ولدي بسيارة خاصة إلى الشارع العام، ولكن بعد فوات الأوان كان بالإمكان إنقاذه لولا منعهم في بادئ الأمر، حيث استشهد ولفظ أنفاسه الأخيرة وتلفظ بالشهادتين داخل سيارة الإسعاف. تمر علينا الذكرى الثانية لاستشهاد ولدنا شهيد الوطن، وإلى الآن قضية الشهيد محفوظة في رفوف أروقة المحاكم. خرج قاتلي ابني من التوقيف بعد قضائهما مدة لا تتجاوز 3 شهور بحجة واهية لا تنطلي إلا على الجهال من المجنسين والمرتزقة والذين في قلوبهم غل، بقولهما للقاضي: نحن كبشا فداء ولدينا عوائل نصرف عليهم وينتظروننا. لم يتذكروا أو يتفكر بهذا الكلام قبل إطلاق النار. كيف يفكروا وهم أمل العقوبة؟ وتستمر معاناتنا في ذكرى استشهاده في 14 فبراير من كل عام، ويتجدد حزننا بتجدد يوم الثورة. ولن تهنأ حياتنا إلا إذا رأينا القتلة ومن أمر بقتلهم قد نالوا القصاص، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن نحن موعودون بالنصر، فبوحدتنا وصبرنا وصمودنا سننتصر حتما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.